عارف وعمال حديث بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم سالم علي محمد خليل، مدير إدارة الخدمات مسلاتة للبيئة. طبعا في هذا اليوم شاركنا في برنامج حملة تنظيف وتقليم الأشجار داخل مستشفى مسلاتة. نشوفوا قدامنا في الصور بين الأخوة الكشافة وإدارة الخدمات مسلاتة وبعض المتطوعين، وليس غريب على منطقة مسلاتة بهذه الحملات، دائما الأهالي والكشافة والناس المتطوعة على أساس تعمل في هذا العمل تشجيع، وللأخ المواطن لن يشبه العمل التطوعي حتى الراحة النفسية اللي تمر بها الأزمة في ليبيا يتريح نفسيا. وهذا طبعا العمل التطوعي عمل جيد وعمل كويس، وننصح لأي مواطن على أساس أنه يشارك في البيئة والمحافظة على البيئة لأنها هذه المتنفس للإنسان، وعلى أساس أن الهواء اللي نستنشق فيه هواء البيئة، مع الرغم بأن الأزمة في الأيام الماضية كانت فيه طبعا بعض الأخوة المعتصمين للمكب، لأن المكب الرئيسي منتهي الصلاحية، وعلى أساس أن الناس تبي تغير المكب لأنه قريب من المساكن. ولكن بإذن الله بادرة الجهود التي تقوم بها بلدية مسلاتة وأهالي منطقة مسلاتة تغيير المكب لمكان ثاني، وعالنين على برنامج على أساس أن تغيير المكب. وهذا نشكر به للأخوة، أي واحد يساهم في حتى بكلمة طيبة، وبارك الله فيكم وشكرا. وشكرا لقناة التناصح اللي تتابع في هذا البرنامج، ونشكر القناة وإن شاء الله نكون من أحسن لأحسن. عندنا برنامج رش توا بالرش وموبيل. بسم الله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. هذه المناسبة الطيبة، في البداية نتقدم بكل الشكر لفوج كشافة الخمس، فوج كشافة مسلاتة، لجهاز حماية البيئة مسلاتة، المتطوعين الموجودين قدامكم هنا في المستشفى قاموا وتنادوا وكانوا كلهم في الموعد، شباب وشياب وجميع الأطياف للوقوف مع مستشفى مسلاتة في محنته تطوعا لنظافة المستشفى. فنرى كما موجود قدامكم الجهات كلها تشتغل، فحاولنا بقدر الامكان نحن نرفع من المعنويات لمنتسبي المستشفى، نظرا من الاحباط اللي يعانوا منه من عدم الامكانيات ولعدم تقديم الخدمات من جانب الدولة ومن كل الجهات. فهذا قدر المستطاع ما قدروه للناس الطيبة والوجوه النيرة والوجوه الخيرة لنظافة المستشفى.